هجوم حوثي فاشل نتج عنه مقتل 15 عنصراً من عناصر ميليشيات الحوثي خلال معارك عنيفة شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غرب محافظة الجوف. وفي طوق صنعاء قصفت مدفعية التحالف متاريس الميليشيات في ميملة وقلب جبهة نهم شرق محافظة صنعاء. تم دحر هؤلاء الأعداء وتم إعادتهم إلى أبعد من مواقعهم، وسيتابعهم الأبطال وسيهزموهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأبشركم أن الجوف عصية على كل من غزاها. أما في جبهة صلب المحاذية لميسرة فرضة نهم فقد تقدم الجيش الوطني لثلاثة كيلومترات جبلية مهمة ليحكم السيطرة النارية على خطوط إمداد الميليشيات. اليوم الجثث متناثرة على مختلف الجبهة، سواء في الجرعوب أو في جبهة حام أو في أمام جبل النصر. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسواعد الأبطال، الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادسة ولوا بالفرار مخلفين وراءهم الجثث، وتم إحراق طقمين لهم ومدرعة على أيدي أبطال الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادسة. هذا وقد استمرت غارات طيران تحالف دعم الشرعية في تقديم الإسناد الناري لقطعات الجيش الوطني اليمني المندفعة نحو مركز مديرية نهم وحدود مديرية عرحب في صنعاء. حتى ساعة الصباح الأولى كان هذا المترس الرملي الممتد مسرحا لعمليات اشتباك كبيرة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية التي خسرت أكثر من 15 من المقاتلين في هجوم على جبهة الجرعوب هنا في مديرية المتون بمحافظة الجوف. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.